سميتي أمين بانا، ولد خنيفرة وخدام في واحد الشركة خاصة في طنجة. المهم بحالي بحال الشباب المغاربة، هبط باش غادي ندوز البكالوريا أحرى. دوزت المواد كاملين الحمد لله مزيان. منين دخلنا اللغة العربية بقيت خدام الأمور عادية واحد اللحظة. المهم الصوت ديال التليفون ديك الترين ترين داز شي تقريبا نصف الحصة. درت عند الدري هذا قلت لي واش انت اللي خدام بالتليفون، ويقول لي هذيك ماشي انا، راه الاستاذ. الأخ قدم راسك بعدا معنا برباش برباش عبد الحق، وقدم لنا المؤسسة. برباش عبد الحق كندوز بقليبر في مؤسسة محمد الخامس بخنيفرة. الرقم ديال الامتحان 11707. الوقت اللي دار عندي السيد باش يسولني على مصدر الصوت ديال التليفون، سولني على المصدر، قلت له وديتي لي الاستاذ المراقب هو اللي كيستخدم الهاتف. في نفس الوقت الاستاذ المراقب الاخر اشار ليه بلي راني قلت للسيد بلي راه الاستاذ هو اللي كيستخدم الهاتف النقال. اشار لي الاستاذ اللي عندي بلي علمت السيد اللي كان قدامي بلي راه الاستاذ هو اللي كيستخدم الهاتف. نط الزجاج وغوت عليا انا في ديك اللحظه. ديك اللحظه قال لي احترموا راسكم احترموا راسكم. صافي ديك اللحظه حتى الاستاذ الاخر بدا تيستدعي من برا، جي شابان المدير ولا شي واحد من المسؤولين. صافي منين جا لعندو قال لي بلي فهاد اللي اللحظة، حسادو غادي يرينا الضجيج. فهاد اللحظة انا ما نكذبش عليك، بقيت مصدوم باش غادي ندير. صافي نجي نشوف فيه. المهم انا تنطلب منهم، انا تنقولهمش انا باغي، مابقاش فيا ديك زعما راني على حساب البارك ولا ماشي مشكل. مابقاش فيا الشمس، تشمت ما غشيتش، ما درت حتى حاجه، ما درت لا ضجيج لا ورست فيا كلشي. موقعش النقل بيناتكم، موقعش. وما كنعرفش انا هاد السيد اصلا، وانا دابا تنطالب يجيب له الوراق بجوج يحطوهم. الا كان شي غير سطر بحالي بحالو، يحاسبونا باللي ماشي يعاقبونا، ماشي يعاقبونا بواحد العامين ولا 3 سنين. وصافي ديما اللي ما ندوزش انا البكالوريا، اجا ندوز البكالوريا حتى حنا. المهم ما فقدناش الامال، ما سوا الحمد لله راه خدامي ماشي مبيطلين ولا شي حاجه. المهم راه محركين مستوره والحمد لله. حقا بغينا نحسن على ما كنقدر نقرا، نقدر نزيد نقراتي انا، ندير شي ديبلوم، ندير شي حاجه، نعزز المدخول ديالي، شحال من حاجه فهمتي. هاد الناس هادو بحال قلتي اهم ذبحوك، صافي ذبحوك. تحس بالنفسيه ديالك مهزوزه؟ ماشي مهزوزه، اي هو الضمير ديالو فهمتي، هو الضمير ديالو. وهادي ماشي اول مره ندوز، عارف اللي عليا ولا عارف اللي عليا. كنت غادي نقل، كون نجحت على 4 سنين. هادي داز 4 سنين تندوز عام ورا عام، ما كاينش ما كنقلش، وكنت تنقل كون نجحت. شنو الاسم ديالي؟ عسولي جيهان، مستخدمه في واحد الشركه خاصه. بالحكم ديالي انا ساكنه هنا في خنيفرة، دفعت انا ندوز باك ليبر باش انا نعزز كما قالوا الدراري من المستوى ديالي. هاد السيد هاد الاستاذ اللي حضانا كنعرفو انا، حيت المدينه عندنا صغيره، كاع الناس كيتعرفوا فيها، وانا خدامه في واحد الشركه اللي بيبليك، اي واحد كيجي ليها يعني كنتصادف معاه، ماشي مراه ماشي جوج. فتحرش بيا، طلب ليا نمره التليفون، يعني تصديت ليه، ما قلت ليهش الطلبات ديالو. من بعد داكشي دوزت، دفعت انا ندوز باك ليبر في مؤسسه محمد الخامس للتعليم الاصيل. دخلت باش غادي ندوز، كنتصادف به هو اللي كاين حاضنه هنا النيت. قلت انا ماشي مشكل، بنادم ما كيدخلش حياته الخاصه بالعمليه، داكشي برا وهادشي لا. دخلت طيله الحصه وهو جالس مورايا في الواتساب، صداع الواتساب صداع. هاد الدراري هادو سمعوا الصداع، لحقاش انا الصف اللي جالسه فيه خاوي كاينه غير بوحديتي، ما كيفاش هضروا بيناتهم. المهم سمعت واحد فيهم قال لي راه التليفون ديال الاستاذ. فاش دار الاخر ما تصرطات ليه ما جاكشي. المهم بدا الغوات، بدا الصداع، عيطوا على المدير. هادو دايرين البلبله. علاش البلبله؟ تنط على الواتساب منين جاي. المهم هو اصلا في وسط الحصه كنطلب مني نيميرو التليفون ديالي، درت راسي انا ما سمعتوش. جا ويكتب لي نيميرو التليفون ديالو، كتبها ليا، انا كتبت له وحده غلطه عطيتها ليه باش صافي نيفيتي داك الاحتكاك اللي غيكون كاع بيني وبينه. عطيت وحده غلطه، ما عرفتش واش هي من كان كيصيفط الميساجات ولا شي حاجه، الله اعلم. المهم انا غير كتبتها هكاك غلطه، ما عرفهاش حتى ديك المره لحد الان ديال من. صافي ناض الصداع في القسم وهذا، حيت هادو قالوا بلي التليفون ديالو ما بغاش بحال كيدخلوا فيه ولا هذا. عيطوا على المدير، قالوا عيط عليا المدير، ما كي قال لي بالباله ولا عرقاله ولا شي حاجه بحال هكا. جابوا له الوراق باش غادي يعمر. ناض القسم، راك عارفه شتو شي واحد تحقر تسبغي تقول لك راه ما راه السيد ما دار حتى شي حاجه. بقى
القسم كله قالوا لي راه الدري ما دار حتى شي حاجه ويدور عندي. قال لي انت غتسكتي ولا غتخرجي؟ قلت له انا ما جايش عندك باش تقولي اخرجي، انا كنهضر مع المدير. هو يقول المدير زيد حتى هي في الرابور. انا قلت صافي راه داك الرابور راه ما كاين منه حتى شي حاجه، يعني انا بغاو يخلعونا ولا شي حاجه، نكملوا التدواز. وكملنا التدواز ديالنا عادي، ما كاين حتى شي حاجه، بصح هو بقى مازال جالس مورايا ما تحركش، ولكن انا ما ديتهاش فيه حكمه، غنقول ما غندير حتى شي حاجه، داكشي اللي في راسي غنحطو. ما ديتهاش فيه، كملت التدواز، نتحطات ورقتي، سنيت في هذا، خرجت مشيت عادي، تكيت في حالاتي. العشيه جيت ندوز، صندوقت يقولوا لي لا عندك محاوله غش. عطوني شي استفسار ديال محاوله غش، شنو شديتو عندي؟ تليفون، ورقه، شنو؟ قالك لا هضرتي مع من هضرت الله اعلم. جيبوا لي هذا الاستاذ اللي دار هادشي ما كنعرفوش، عطوني نشوف الرابور ما عندناش، ديروا معايا شي حل ما عندنا ما نديروا لي. ما تكتبش تقرير في ديك اللحظه، ما تكتبش تقرير ديك اللحظه حتى خرج مشيتي. نتوما ما فراسكمش حتى جيتو للحصه عادي، ماشي ندوزو عادي، ندوز جلاس تسولي حنا صافي مزيان. نمشي نمشي قال لي جيب لها البوليس، الموضوع عندنا الشوشره، جيبوا لهم البوليس يخرجوا عندنا من هنايا. فاش جاوا البوليس لقاو الناس داكشي اللي راه ماشي منطقي اللي داروا معنا، البوليس براسهم خرجوا قالوا لنا ديك منكم اليوم شو يدير معكم شي حل، حنا راه ما لقيناش حل، خرجوا في حالاتهم. ما لقاو لا صداع على حتى حاجه، ما لقاو لا صداع على والو. باش كطلبوا دابا؟ حنا كنطلبوا بيا يفتحوا معاه تحقيق، الا حنا ممنوع لنا ندخلوا البورطابات، ممنوع لنا نغشوا، راه حشومه ان استاذ يدخل يبقى يتواتساب في وسط القسم ويتكونيكتا ويستعمل السلطه ديالته في التهديد. لحقاش ديك السلطه اللي تعطات ليه بحال قلتي هو انتقم مني انا بعدا منه، انتقم مني. لحقاش فاش خرجنا مشاو عندو هادو قالوا لي سمح لنا استاذ، قال لهم نتوما مشيتو في الطريقه شنو بيني وبينو؟ انا شي هاد الاستاذ يقول شنو بيني وبينو؟ نتوما ما كنتوش كتعرفو من قبل؟ ما كنعرفوش السيد قال بلي هو نتوما ما تعرفتوش توقع المشكل عاد تعرفتو؟ تلتقينا قدام النيابه كلشي جاي يشكي على حقه. شنو تطلبوا نتوما الدراري؟ كنطلبوا انه يتحب هذا التقرير هذا اللي يقدموه الاستاذ في حقنا اللي كان ظالم، باش نقدروا نستطيعوا اننا ندوزوا البكالوريا مره اخرى ان شاء الله. ابي دابا اللي عطى الله عطى، وكما قلت لك هو والضمير ديالو منو اللي خلقو. المهم انا ما غشيتش وغنبقى ديما كون غشيت، ماشي يبقى فيا ما تبقاش فيا الحركه، كون جبت التليفون جبت نقي الحروزات هنا ونحرز كنت نشدهم عندي ونوض نحني راسي غنزيد. واني انا ما نقولتش التقرير اللي دار خصو يتسحب، اول حاجه خصو يتسحب لحقاش ما غشيناش، حنا تظلمنا بهاد اللغه هذه. و الله يهدي ما خلقو صافي اخويا.